هنا هتختلف حاجة بسيطة بس. هناك كنت بقول لك الماكسيمم ده، الماكسيمم اسمه الماكسيمم شير ستريس، وما كانش في حاجة تانية خلاص. طيب في الاسترين في حاجة انا كنت شرحتها غلط، معلش، او مش غلط يعني، هي مش اصح حاجة، مش الحاجة اللي بعدين هتكمل معاك في، هتخليك تكمل في المعنى كويس. هتروح تحسب الجاما واحد اللي هي عبارة عن نص ايتا 2 ناقص ايتا 3 صح، وجاما 2 اللي هي نص ايتا 1 ناقص ايتا 3، وجاما 3 اللي هي نص ايتا 1 ناقص ايتا 2. وكنت بقول لك ان هنا دي اللي مكتوبه في المرجع، وايه باشمهندسه نورهان هتلاقيها كاتبه لك ان ساعتها ايتا 1، تقول ان ايتا 1 بتساوي ايتا 2 ناقص ايتا 3 بس، اللي هي ديت اسمها الحته دي كده اسمها الانجينيرنج سترين تمام، وديت الترو سترين او السترين العادي يعني خلاص. طيب الاسترين العادي ده بنضرب الجاما، الجاما واحد دي بنضربها في اتنين صح؟ هتلاقي باشمهندسة نورهان بتقول لك ان الماكسيمم شير سترين عندك لما تضرب القيمة دي في اتنين مش لما تسيبها نص خلاص؟ في الامتحان، في الامتحان بقى عشان نخلص، عشان يعني في الجزء اللي انا هشرحه الجديد هيكون مبني على الحتة دي، عشان نخلص وبكتب له الاتنين وبعمل له جاما واحد بتساوي نص القيمة دي، واضرب القيمة اللي عندك في اتنين وسميها ايتا واحد، ونفس الكلام هنا ايتا اتنين وسميها ايتا، مش ايتا واحد وايتا اتنين وايتا تلاتة، سميها ايتا ماكس واحد او جاما ماكس مثلا، سميها جاما ماكس واحد، جاما ماكس اتنين، وجاما ماكس تلاتة خلاص، عشان يبقى التسمية مختلفة. دي الفكرة يعني، اكتب له اللي ام نص واللي من غير نص خلاص. اتفقنا؟ حد عنده مشكلة في دي؟ قلت طيب عشان بس الحتة دي التعديلة دي مهمة.